واحة تيوت بولاية النعامة تعرف في الآونة الأخيرة حركية سياحية نوعية، مناظرها الخلابة تناغم صخورها مع رمالها وخرير مياهها شكل منها لوحة سياحية كان لمن زارها شرف اكتشافها والتمتع بها. أنا نقول لهم المعالم الأثرية والمناطق السياحية اللي راها في الجزائر ما هي لا في فرنسا ولا في تونس ولا في المغرب. أنا نقول لهم نرجو منكم الحضور لهذه المناطق وخاصة منطقة تيوت بولاية النعامة. ارواحوا شوفوا بلادكم، ومن بعد إذا باغي إذا ما عجبتكم شو بلادكم روحوا للسياحة واحدة أخرى. رواح العين الصفراء يا السايح وزور عين الصفراء ولاية النعامة، محلى ذيك الجبال عليها كي تصبح زايدة للمنظر فخرى، وهما جبل عيسى يعجبني من بني مسرح، ونشرب من ذيك العين اللي بها السما ومكثر ما يخفاش للظهرة ملوح وفيه نظرة تعجبني بعيدية بن ما. فبمجرد أن تضع قدماك الواحة يشدك شعور لا يوصف، هدوء وسكينة، صور تسحر بصرك إنما نظرت، وهو ما رصدناه من قبل قاصدي واحة تيوت على الرغم من الإهمال الذي يطالها. احنا كسواح الرجاء وهذا نداء إلى أولا وزارة الثقافة بصفة عامة والمسائل الجزائرية السلطات المحلية نظرة انتباه لهذه التراث، هذه المنطقة اللي والله اللي عجبتني. فأنا حبيت نوجه نداء إلى السلطات المعنية في هذا تخص حاجة هنايا كما قال مقهى أو حاجة كما هكذاك للسياحة هنايا. ونقول لإخواننا الجزائريين والله إذا كان لك مازال ما تبتوش الجزائر أرواحوا هنا لتيوت وشوفوا هذا المنظر الساحر الجميل. هي أحد الأماكن الصامدة التي لم تؤثر فيها الظروف والسنون، وشكلت من هذا الصمود معلما سياحيا قائما بكل تفاصيله، ما يتوجب اليوم رعايته والاهتمام به ليكون مستقطبا للسياح من كل جهة ويساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية بهذه الولاية.